Okay, let's continue on this. Last time we talked about the hydraulic jump. We talked about the necessary requirements for a hydraulic jump to occur. شو اللي لازم يكون متوفر عشان يصير عندي hydraulic jump؟ شو المين requirement؟ إذن من supercritical لsubcritical. يعني this is a very important requirement for a hydraulic jump to occur. Not necessarily إنه يكون higher slope to a lower slope, لأنه you can have a higher slope عندك supercritical to a lower slope but still larger than a critical slope بضل عندك من super ل super وبالتالي ما بصير عندك hydraulic jump. أهم شيء إنه يصير في عندي crossing ل YC, يعني اللي يكون عندي Y أصغر من YC ويصير عندي بعديها Y أكبر من YC. That would this transition would occur during a hydraulic jump. وجينا حكينا المرة الماضية على anyhow احنا already حكينا المرة الماضية على الهايدروليك جمب وحكينا انه الريكوايرمنت the flow should pass from supercritical to subcritical. That means the depth of flow must change from supercritical يعني اقل من YC لsubcritical اكثر من YC. This would be a very good representation for a hydraulic jump. يعني quickly, if you would like to comment on this, what you would really say? I would say something very important that إذا أنا عملت هذا الخط شو يمثل هذا الخط الأحمر؟ YC بكل بساطة. That means this is super Y1 أصغر من YC and this is sub critical because Y2 is larger than YC. هاي أول شيء. الشيء الثاني في عندي هنا depth of flow prior before the jump. في عندي هنا depth of flow after the jump. This is what they call initial. This is what they call final. بداية ونهاية. And the two depths المرتبطين مع بعض شو هم؟ في علاقة بينهم بين بعض. لا هم هذا غلط هلا بس ليش غلط هلا بنحكي ليش غلط. اللي لهم نفس الاي وين؟ هذا ما يكون ما فيش عندي هايدروليك جمب. اللي ما فيش عندي لوسز وضياعات بالهيد. هل هون في عندي ضياعات بالهيد؟ وين؟ هاي يعني اذا قلنا هذا الريجن. بيكوز اوف ذا ايديز. طب كيف بعرف انه في عندي لوسز قبل ما اجاوب؟ هاي كان عندي هون توتال انرجي لاين لا هون. اذا هذا الديفرنس بين هاي البوينت وبين هاي البوينت بين 1 و 2 ريبريزنت ذا هيد لوس. وين هو اذا بنحكي بشكل واقعي في الجمب والفريكشن. بس احنا هون الاسامبشن وي ار كونسيدرينج ذات ذس لينث ال از ا سمول لينث ذات وي كان نيجلكت ذا فريكشنال لوسز اند ذا اونلي لوسز ذات اكت ان ذس كيس اللي هي بالهايدروليك جمب في حوامات. يعني شو ما التو ديبثز المرتبطين مع بعض y1 y2 before and after. y1 is the sequent or the conjugate of the sequent for y2, y2 is the sequent for y1. يعني هم هذول التو ديبثز المرتبطين مع بعض. الان لو بدنا نفكر ب ال SED specific energy diagram وهذا للشانل. الآن في البداية the flow is supercritical. يعني أنا عندي هذه هي في البداية y1 هاي y1 الآن نتيجة تغير السلوب وصار أقل من الكريتيكال سلوب صار في عندي subcritical conditions. لكن السبكريتيكال كونديشنز ما منتقل لهذا الوضع الا ما يصير في عندي كمان لص في الانرجي. يعني انت بديت في سيتويشن الان هذا هو اي ايش هاي مسميها اي 1 بيفور هايدروليك جمب. طيب بعدين برجع على اليسار بمقدار هيد لوس في الهايدروليك جمب
يعني بروح على اليسار رحت هيك وهي نزلنا نزول بعدين برد برجع بطلع بهذا الاتجاه بس ما برجع لا السوبر كريتيكال ريجن اوريدي تحول لسب كريتيكال and just we go to this point هاي البوينت y2 شفناها قبل شوي اذا y1 مرتبط مع y2 الان اذا رجعت ل هنا اذا this is y1 and this is y2 وهيد لوس نحن اوريدي مثلناه بالاس اي دي اذا you still can use the SED in this case الان اذا we need to keep in mind two things اول شيء في عندي increase في depth لانه الفيلوسيتي صارت اقل لما الفيلوسيتي بتقل معناته الكروس سكشنال اريا بتزيد لما الكروس سكشنال اريا بدها تزيد بدها تزيد على حساب الواي لانه بي عندي كونستانت هذا اسامبشن مهم يعني بلس في عندي انرجي لوس محل ما انا حاطط السهم في هذا المكان اذا this represents where there is the hydraulic jump انا بجوز بالغت شوي هي من هون تبدا اوكي واضح this representation شوف شو في عندي في هذا المكان هنا سد والسد في وراء ايش بيكون بحيره ريزرفوار الآن هون شو في عندي هون بوابة بالإنجليزي لا سلوز جيت خلاص بقول جيت جيت ما هي بوابة تعرفها من خامس ابتدائي بس أنا بقول سلوز جيت اللي هو البوابة المنزلقة هيك يعني معناته what you are doing هون you are accumulating the water you are increasing the flow once you start opening this you start to control the flow rate that is getting out of that هلا بنزل هون واضح عندي هذه really steep معناته I would Imagine that we have here a supercritical condition. It will come to this point. هون صار في عندك subcritical conditions. معناته very likely يصير في عندك بهذا المكان hydraulic jump in the end. هذا already شرحناه المرة الماضية. SO دائما represents the actual slope of the channel. هذا. Okay. وبالتالي إذا كان slope تبع channel أكبر من critical عندي super وبالتالي إذا كان عندي أصغر بكون في عندي sub critical وهذا هو change اللي عم بيحصل عندي بالنهاية. هذا you need to keep it in mind زي ما حكينا this is YC واضح إنه the minute صار في عندي crossing معناته خلاص already هذا transitional يعني from super to sub وبالتالي هذا يمكن يحصل إلا من خلال hydraulic jump. Hydraulic jump by the way دائما تمثيلها هيك خط مقرط بهذا الشكل just to indicate انه في عندك اول شيء instability وفي عندك already losses و eddies في هذا المكان لكن بتلاحظ هنا sharp هنا sharp to indicate انه كان عندك uniform وبعد فترة معي مسافة معي رجع uniform بالنهاية خلينا نطلع هاي المساعة على سبيل المثال ليش احنا بنهتم بالhydraulic jump المنسوب المنسوب بعد يعني هلا افرض انت انجينير عشان اعطيكم ملخص اللي بهاي السلايد وانت اوريدي مصمم التشانل انها تكون جنرالي اندر سوبر كريتيكال كونديشنز فور سم ريزن اتغيرت الكاركترستكس تبعت التشانل توبوغرافي على سبيل المثال والتالي السلوب تبع التشانل قل معناته تشانسز عالي يصير في عندك هايدروليك جمب الان اذا الهايدروليك جمب حصلت بريماتوري بشكل يعني immature هي صح يعني mature اللي هو إيش الناضج immature أو premature قبل النضوج يعني أنت تحصل hydraulic jump في مكان أنت مش مخطط له يعني أنت متخيل كإنجينير إنه at this location there will be a hydraulic jump إذا بتحصل مثلا say like this بشكل عام وأنت مخطط إنه مثلا تحصل في هذا المكان for some reason it happened at this location معناته شو بدي يصير عندك؟ بصير عندك هاي واي معناته ممكن انه مثلا يصير عندك اوفر توبينج بالنهايه فانت اذا it's quite important to understand two things what would be the depth of flow after the hydraulic jump واثنين where it will happen now احنا راح نجاوب على السؤال او السؤال الثاني السؤال الاول what would be the depth of the water after the hydraulic jump والسؤال الثاني انه track or tell where it will happen or where it from where it will start and for how long it will
last in terms of distance هذا ممكن جاوب عنه chapter 13-14 ممكن ما جاوبش عنه depending on the time that we have يعني. لكن هي فعليا this is the point that you have to think of بالنهاية. يعني if it did overtopping of the channel walls would undoubtedly occur. وبالتالي ممكن يعمل لك يا إما corrosion يا إما بجوز أنت عندك coating مش عامله بشكل جيد ممكن يعمل inconvenience لما تطلع المي على الشارع and so on يعني. لأن مرة تانية this is a very good example للإشي اللي أنا ردي حكينا. شو اللي إحنا شايفينه هون بالمناسبة قبل ما نكمل؟ هذا عبارة عن سد. السد يعني هذا كأنه عبارة عن step up يعني. أنت يعني كان عندك هاي هو ال bottom of the channel وأنت عملت درجة بس مرتفعة يعني. already كل ما إحنا رفعنا أكثر الارتفاع هذا شو chances تصير عندي هنا؟ يعني إيش طبيعة إيش هاي كرمز إيش بسميه هذا؟ كل ما إحنا رفعنا الستيب أكثر أول شيء الفلو اللي جاي هون شو بصير فيه لما نرفع هاي أكثر؟ بخسر إنرجي ما اتفقنا بخسر إنرجي لدرجة بصير عندي إذا خسر إنرجي أكثر من اللازم بصير يرتفع المنسوب هون لحد ما يوصل هذا قديش واي كريتيكال بالضبط نفس اه هي ستيب هي فعليا ستيب هذه بس هاي ستيب مؤقتة زي كأنها إشي بسموه بالإنجليزي هامب في حد بيعرف معناتها هامب سلام بالضبط يعني في انا عندي ارتفاع at some location يعني الان لما ينزل الفلو من هون شو بصير شو بتوقع يكون الفلو في هذا الريجن سوبر ليه صح يعني اذا كان هون كريتيكال معناته السرعه راح تزيد لانه راح يتسارع اكثر بالنهايه معناته اذا السرعه زادت معناته واي بتقل اقل من واي سي معناته اذا انا عندي هون اوريدي سوبر كريتيكال طبعا بالمناسبه قديش لو اخذنا هاي النقطه هنا كم بتكون عندي الانرجي ات ذس لوكيشن هو هذا سبيسيفيك انرجي بس التوتال انرجي مع الزد مع هذا الارتفاع دير بالك يعني انا هون بطلنا نحكي عن شانل والديفرنسز واضح عندك بيج ديفرنس هون يو كانت ريلي نيجلكت بالنهايه فكانه عندك v سكوير على 2g بلس y اللي هون yc بلس هذا الارتفاع بده يساوي whatever ك في الموجود عندي هون اذا this would be my initial depth this would be my final depth وبالتالي بتم هذا الحكي من خلال الهايدروليك جامب in the end لا الشلال مش نفس الحاله لانه فيش عندك solid surface beyond it فهو عباره عن free fall فكانت really contained بالنهايه يعني لانه مش موجه انت الفلو خلينا نحكي بهذه الطريقه يعني حكينا احنا على الانرجي كونسرفيشن ايكويشن والمومنتم ايكويشن المره الماضيه طيب لو تخيلنا هذا الوضع just keep it in mind انا في عندي كنترول فوليوم مر معكم مصطلح كنترول فوليوم ليش نلجأ للكنترول فوليوم if you would like to study زي ما حكى زميلك a certain system you take a representative portion element يا صح يعني جزء يعني ممثل معبر عن هذا السيستم بحيث انت بتقدر تحصر هذا السيستم وتحط عليه كل الكومبوننتس اللي ممكن تاثر عليه او تتاثر من خلاله يعني ما لو احنا اخذنا بهذا الشكل prior initial after final then وبالx direction في عندي هنا pressure forces hydrostatic لانه في عندي depth وفي عندي hydrostatic pressure forces لانه برضه في عندي depth لكن they are opposite to each other ليش عندي بهذا الاتجاه وليش عندي بهذا الاتجاه؟ عمودي هيك او هيك بس ليش هيك وليش هيك؟ هذا هو الجواب this is a pressure force and you are pressurizing a control volume مش معقول تكون pressure force وهي لبرا هذا هو برضه مر معكم هذا الشيء بالفلويد ميكانكس and just remember that يعني اوكي عشان نكتبها هون هلا الان المومنتم ايكويشن طب قبل ما نحكي عن المومنتم ايكويشن لو بدي اكتب الانرجي ايكويشن خلينا نكتب الانرجي ايكويشن شو بتساوي؟ H1 بيساوي H2 اتفقنا انه we neglect fractional losses وبضل عندي بس بالهيدروليك
jump. H1. زائد y1 لسه ما وصلناش ل2 بده يساوي z2 plus plus head loss hydraulic jump. اذا افترضنا انه السيرفس مش فلات لكن we are talking about a short distance that z1 minus z2 is a very small number that we can neglect. يعني هذا هو الاسامبشن. بس هو بالواقع تقدر تاخذ الفرق بين ارتفاعين ما في مشكله اوكي. لكن for simplicity we can say that the difference is small amount that we can neglect. صار عندي v1 square على 2g plus z y1 بيساوي v2 square على 2g plus y2 plus head loss في الهيدروليك جمب. الان v1 ايش بتساوي؟ q1 على A1 وبدي ساوي Q على إذا افترضنا ريكتانجولر نفس الشيء هناك. طيب الآن كم مجهول في عندي بهاي العلاقة؟ لا في كمان عندي إيش ثالث؟ والهيد لوس ثلاث شغلات. يعني إحنا بنحكي على Y1 بنحكي على Y2 بنحكي على الهيد لوس. معناته عندي ثلاث مجاهيل. إذا it will not work. عادة بيكون معروف عندك يا الدبث قبل يا الدبث بعد. بس مش معروف عندك الهيد لوس. معناته this equation you only can use it for what؟ عشان اوجد الهيد لوس. يعني الهيد لوس في الهيدروليك جمب يساوي y1 زائد v1 سكوير على 2g البداية ناقص النهاية. لكن بضل عندي لازم اكون عارف y1 y2 ومن y1 y2 بوجد v1 وv2 من continuity equation q على a وبطلع عندي الهيد لوس جاهز. معناته بدي كمان equation اقدر من خلالها اذا عرفت y1 اعرف y2 او اذا عرفت y2 استنتج y1. طب ليش بدي اعرف الهيد لوس في اللي حصل في الهيدروليك جمب؟ عشان نقدر نحدد كم في عندي power lost. لان الباور ايش بتساوي؟ ايوه جاما كيو اتش. هذا هو القانون العام. هلا ممكن تكون هاي مي بدها بالنهايه تدور توربين. فانت يو كان تيل هاو ماتش ووت هاو ماتش باور ار يو جوينج تو لوز ان ذا هيدروليك جمب بيكوز اوف ذا اوكيرنس حصول الهيدروليك جمب بالنهايه. يعني اذا انت عندك مضخه بصير هذا اتش بي، اذا عندك توربين بصير اتش تي، اذا عندك فريكشن لوسز بصير اتش اف، إذا عندك هيدروليك جمب بصير اتش مثلا جي، إذا عندك كونستركشن بصير مثلا سي، وهذا مجرة، فأنت أهم شيء بالمتر هذا، فأنت يو ار ريبريزنتينج ذا انرجي ان هيد، فإحنا عندنا هون بهمنا يعني جاما كيو الهيد لوس في الهيدروليك جمب، and then you can tell how many kilowatts أنت يو ار لوزينج لما يكون هذا عندي بالكيلو نيوتن. لكل متر مكعب وهذا متر مكعب per second وهذا بالمتر. So that would be in kilowatt بالنهاية. طيب إذا أنا هاي الإكويجن I can't use it directly. معناته I can go to the momentum equation. الآن لو نتخيل momentum equation وش خلينا نكتبها بصورتها العامة. Summation of F في direction معين بنساوي a change in momentum rho q يعني v2. يعني ممكن نبسطها اكثر. هلا لو اشتغلنا بالرايت هاند سايد rho q ممكن نيجي نحكي انه بتساوي rho q محل v2 q على a2. ناقص رو كيو كيو تمام. ليفت هاند سايد
شو في عندي forces بالإكس direction بالضبط. إذا في عندي من اليسار باتجاه اليمين في عندي P1 في A1 من اليمين بس باتجاه اليسار A1 و A2 هي نفسها A1 و A2. يعني إذا بنحكي على rectangular cross section فهي ال A مثلا هاي Y1 هاي B معناته بنحكي عن B Y1 بيساوي A1 ونفس B بس لازم أرفعها يعني أهم شيء هيك يعني أوكي أكيد ده Y2 صارت أعلى هاي Y2 يعني practically هذا YC الأحمر تمام. إذن عندي هاي خلصنا من هاي ضل عندي أخلص من P1 و P2 يعني نعبر عنه خلينا نحكي هيك P1 إيش بتساوي كهيدروستاتيك فورس هلا جاما اتش بغض النظر جاما اتش مبدئيا هو انت عندك يعني عندك برنولد ايكويشن بي على جاما هو عباره عن عمود مي اتش اذا جاما اتش بس بدل اتش بحط اتش 1 هلا انت يا بدك تسميها اتش سي يا بدك تسميها اتش 1 برايم يعني تسميها اتش 1 ريجاردلس بس ايش بتمثل اتش 1 نرجع للفلويد ميكانكس الهيدروستاتيك فورس للسنترويد يعني مثلا اذا اجينا هنا كم بتكون قيمه بي 1 يعني في هاي المسافه بس انا بتركها هيك يعني اتش 1 لانه ذيس از جنرال ايكويشن هلا يعني ما بدنا نخصصها يعني ونفس الشيء بي 2 جاما اتش 2 هلا في الكتاب او بعرف مسميها زي هيك just to tell you انه this is not that full depth this is the depth from the free surface to the centroid of the cross sectional area of the channel اذا لو رجعنا عوضنا هنا بصير عندي جاما اتش 1 اي 1 minus هون هيك جاما H2 A2 بيساوي رو Q تربيع على A2 ناقص رو Q تربيع على A1 بنبسطها أكثر هلا بس من ناحية المبدأ نجي نطلع هاي الإكويجن كم مجهول فيها كل شيء بدات Y1 Y2 هاي Y1 عندي هنا على 2 Y1 خلص يعني وعندي Y1 وعندي Y2 وعندي Y2 Y2 Y1 معناته اذا عندي بس مجهولين معناته in order to be able to use this equation يا بده يكون عندي Y1 Y2 معروفين بعرف قديش مقدار الفلوريت يا عندي Y1 والفلوريت بعرف Y2 يا عندي Y2 مع الفلوريت بعرف Y1 لكن this how it works once you find Y1 من هنا او Y2 then you go back to the energy equation you find the head loss and then you answer after that ممكن تتبسط اكثر يعني اذا قسمناها كلها على جاما اوكي بصير عندي H1 A1 ناقص H2 A2 بيساوي ايوه بالضبط لانه جاما رو في جي فبتختصر مع الرو اللي فوق لأن ممكن نرتبها احسن يعني ممكن نيجي مثلا نروح على
هسه ممكن نرجع له ننقل اللي بيمثل السكشن الاول لحال واللي بيمثل السكشن الثاني لحال. ففي عندي H1 A1 زائد Q تربيع G A1 اللي هي بده يساوي H2 A2 زائد like this. تمام؟ هذا التيرم ممكن اكتبه بسيط عامة. يعني ايش معناته اول شيء هذا التيرم؟ In the left hand side if I consider H1 ضرب A انه بمثل لي more hydrostatic element and this which represents a dynamic لانه عندك flow, هذا بده يكون متساوي في السكشن الاول والسكشن الثاني. يعني ايش اليونتس اول شيء اليونتس تبعت هذا؟ متر متر تكعيب لانه عندك متر في متر تربيع. نفس الشيء هنا ام قوه 6 على اس تربيع وعندك هنا ام على اس تربيع وعندك هنا ام تربيع. اذا كلياته ام تكعيب. الان هذا اللي هو التيرم H A زائد Q تربيع على G A بسموه المومنتم مومنتم فانكشن. الآن هذا إذا ضربته الـ M بجاما, جاما إيش اللي تبعتها؟ متر مكعب. بصير عندي فورس, هاي بسموها البريشر مومنتم فورس. والبريشر مومنتم فورس بتضلها متساويه. يعني لو نرجع الان نتذكر هذا, نرجع لهون, في عندي هنا مومنت بريشر فورس وفي عندي هون كمان مومنت بريشر فورس and they are equal. اذا في عندي كيف كونسبت انه السبيسيفيك انرجي متساويه بتظل هون في الهايدروليك جامب, الهاي الفورس البريشر مومنتم فورس ستيل كونستانت. يعني هون مثلا بهذا المكان وكانك تحكي انت جاما في H1 زائد Q تربيع هذا التيرم بده يساوي التيرم المقابل تبعه هنا بهذا الشكل. اذا this is something you need to keep in mind. الان طبعا لما ناخذ احنا مثلا ريكتانجولر وهذا كله بس على ريكتانجولر الابلكيشنز بصير في سمبليفيكيشن للايكويشن اللي اوريدي احنا كتبناها. بس اهم شيء تو ريلايز انه انا في عندي علاقه بين y1 y2 using that equation in the end. هذه هذا اوريدي حكيناها هلا, وهذا اللي اوريدي وصلنا له اللي هو المومنت فانكشن واليونت تبعته يونت حجم بالنهاية. You multiply it by جاما زي ما already حكينا and then you get yeah you get what is called pressure momentum force بالنهاية. هذا اللي هو أنا رسمته فوق على اليسار. يعني هذا مثلا before and this is after. I like this لأنه بتوضح لي بالضبط شو معنات H1. يعني ما بديش بالضبط للسنترويد exactly. يعني واضح مثلا this is FP1 اللي بتمثل لي ال pressure force hydrostatic pressure force at that location, وعندي هنا hydrostatic pressure force at location number 2, وعندي ال HG اللي هي hydraulic jump at this location. أحيانا بمثلوها بهذا الشكل يعني like that. بس هذا بنحكي عنه ب chapter 14 أو 15. الآن لو فكرنا بالمومنت فانكشن, يعني as long as it is really constant معناته أنا I can plot the moment function sorry the momentum function with y. يعني كيف احنا رسمنا E اللي هو هذا with y أو هاي هنا, we can also plot y مع M.
فإذا أنت ضربتها بجاما زي ما مطلع مثلا فورس هنا مش رح تفرق، لأنه الجاما هي بالنهاية كونستانت، يعني بتفرق بس بجوز بالشكل فوق أو تحت يعني، لكن will not really make really big difference من ناحية الكونسبت بالنهاية. أهم شيء إذا بتطلع هنا هاي النقطة إيش بتمثل لي؟ الانيشال. We go this way. We determine M1 أو المومنتم بريشر فورس حسب اللي أنت راسمه يعني، هو مثلا راسم فورس ممكن أو مش راسم فورس حتى، هاي مش فورس بالمناسبة، مش يونت، مش يونتس فورس هاي اللي هنا، هي ستيل جاست يونتس مختلفة. وعندي إذا M نفسه زي ما حكينا you go up and then you go back and you get y2. y1 is the conjugate depth of y2. y2 is the conjugate أو sequence. sequent متعاقب. يعني إذا بتحصل y1 بحصل y2. وإذا كان حاصل y2 معناته كان عندي y1 before. conjugate معناها related أو coupled مرتبط يعني مع الإشي هذا. هلا الرسم هذا ممكن جرب، جرب اعمله في البيت يعني، بس بدك ترجع لهذا الفانكشن اللي حكينا عنه، فانت اولريدي بتكون عندك الجيومتري معروف. فاذا اول شيء بي معروفه، بعدين كيو معطى عندك، بعدين بتفرض قيمه واي، بعدين بتحسب بهذا الشكل مثلا، بعدين بعد ما تحسب اتش توجد AH، بعد ما توجد AH توجد Q تربيع GA، معناته somewhere بتكون تكون أوجدت كمان A sorry، وهو مجرة يعني. And then you sum them up then you can plot that. Okay. ف you can arrive at this as well يعني. طيب إذا بنطلع على ال عادة كيرف، شو في إشي مشترك مع الكيرف هذا مع الـ SED، لأن هذا هو الـ SED YC بالضبط. YC هاي بتمثل YC بالنهاية. لا المومنتم كمومنتم لا. ليش أنا عندي تشينج بالفورسز، معناته فيش في عندي net value of momentum that is not equal. يعني انت رو كيو دلتا في، انت يكون فيش عندك مومنتم، يكون عندك دلتا في مالها زيرو، مثلا دلتا في مش زيرو، واضح انه عندك مره سوبر كريتيكال مره عندك سب كريتيكال. كونه في عندك تشينج في الفيلوسيتي معناته عندك تشينج في المومنتم، لانه هو المومنتم ايش عباره عن؟ هو عباره عن ماس ريت، يعني كم كيلوغرام بير سكند بمر بفتره معينه في الفيلوسيتي تبع الالمنت اللي انت انترستد فيه، فهذا هو المومنتم بالنهايه. اذا كان عندي يونيفورم فلو زيرو، زيرو باتجاه معين بس، ممكن يكون باتجاه ثاني لا، يعني ديبيندز حسب الكومبوننتس والانكلينيشن تبع السيرفيس. هيك هذا صار تكرار، بس بدي ارجع برضه مره ثانيه يذكرنا ب فرويد نمبر بالمناسبه. فرويد نمبر انه لما يكون عندك سوبر كريتيكال از جريتر ذان 1، سب كريتيكال از ليس ذان 1. هذا اللي اولريدي قبل شوي رسمناه وحكينا انه على سبيل المثال if you know y2، y2 is the final depth of flow، معناته we are talking about this point، we go this way، we intersect this point and we go down، بعدين نروح على اليمين. ليش؟ لأنه هاي نهاية، فالنهاية هي مشفية خالصة من إشي خسرته، لكن لو إحنا بدينا في البداية، البداية لسه ما خسرش من الطاقة تبعته، بترجع على اليسار. فأنا just keep that in mind. فأنت already هنا نزلنا هيك مشينا هيك just we go this way yeah something like that. طلع هذا السؤال في البيت يعني، مثلا a 2 meter wide rectangular channel carries a discharge، إذا في عندي flow rate مقداره 4 cubic meter per second
with a depth of flow of 1 meter. Is a matic already y1. Determine the momentum impulse force, or هنا momentum pressure force. The critical depth and the conjugate depth. أول شيء بالرموز هو already معطيك هذا. معطيك هذا مثلا واحد وقال لك انه الفلو ريت 4 كيوبيك متر بير سكند. ومعطيك الويدث تبع الشانل 2 متر. الآن من هذا شو بقدر توجد؟ كل شيء. يعني you can find the critical depth سواء كان يعني في عندك jump أو فيش عندك jump, critical depth is critical depth. As long as you are not really changing مثلا ال constriction ال B أو changing the flow rate. لكن لو أنت غيرت مرة تانية slope it will not really change. Just keep that in mind. إذن أول شيء ال critical depth YC. لأنها rectangular معناته Q تربيع G وثلث. ما هو خلص مباشرة لأنه هاي rectangular. هذا القانون. الآن Q قديش قيمتها؟ 4 2 تربيع. فهو طلعت عندك هون 4 حاططها, بس هي 4 مش هاي الأربعة, دير بالكم يعني. هي بس I don't like this kind of questions, بس لأنه very confusing مرات. هي 4 تقسيم 2 برجع رباها مرة ثانية. فهي خلصنا من YC. الآن ال conjugate depth, to be able to find the conjugate depth معناته بدك ترجع للإكويجن احنا already عملناها development. احنا لسه مش شايفين ال simplified form, لكن أنا already صارت هاي هي الإكويجن اللي عندي. جاما موجودة, H اللي هو y1 على 2, a y1b مرة تانية هنا y2 على 2 اوكي اللي هو المجهول y2b وهذا مجرة يعني. فإذا أنت ممكن توجد قيمة y2 بالنهاية, وبنقدر نستخدم specific energy إلا بعد ما نعرف الهيد لوس. إذا أي شيء بالإنرجي ما بينفع كخطوة أولى, لازم يكون شيء له علاقة بالمومنتم. بس شو ممكن نعمل؟ ممكن نرسم المومنتم دايجرام. إذا رسمنا المومنتم دايجرام بينفع. كيف ممكن نرسم المومنتم دايجرام؟ زي ما حكينا قبل شوي. كيف ممكن أوجد المومنتم امبلس فورس؟ سمبل أز ذات. H1 في A1 هاي أول ترم هيدروستاتيك ترم بلس Q تربيع 1. مش حدا يعملها A تربيع لأنه هو الواحد إيده ماخذة على A تربيع. No, it's A. وانت ممكن تتاكد لانه هذا لازم اليونتس ماتش, اليونتس ماتش مع الشيء الموجود عندي اوريدي هنا. فكل شيء عندك يعني مثلا بسرعه هيك, هذا H1 كم قيمته هنا؟ نص. بسرعه نص. ليش نص؟ لانه هي واحد سنترويد نص ضرب واحد ضرب 2 زائد Q 4 اذا 16 على 9.81 ضرب. هلا هذا بمثل لي المومنتم فاكتور. اذا نضربها كلها بجاما طبعا اكيد مثلا 9.81 عشان يطلع عندي بالكيلو نيوتن, او 9810 بيطلع عندك بالنيوتن. هاي بس يعني فالشغله is not really complicated. To be able to find the conjugate depth, يا بترجع الإكواجن اللي عملناها development قبل شوي, أو MY diagram. أنت already بتعرف Y1, بدك توجد الconjugate. بدك كلمة alternate استخدمناها سابقا, هي بصير اسمها conjugate. And this is what was done بالنهاية. What else? خلينا نطلع اذا في اشي معين هنا
برضه هذا كان سؤال امتحان على كلن جست طلع عليه في البيت يعني بس اكزاكتلي نفس السؤال المره قبل شوي يعني جست ريدت عشان بس نبدا المره الجاي بديش ضيع عليه وقت كثير هذا نبدا بهاي الايكويشن هاي الايكويشن هي الايكويشن اللي يو كان يوز فور ريكتانجولر يعني كيف الايكويشن احنا اوريدي بديناها في المومنتم ايكويشن هاي ايميديتلي تعطيك فاذا احنا بالسؤال الماضي كان عندي مثلا احد الوايز احنا باي ذا واي لو رجعنا شوي بس كم واي سي انا عندي بهذا السؤال؟ كان عندي 1.74 معناته واي هذه اللي هي قيمتها واحد ايش هي؟ صب يعني هاي ايش هاي بعد الجمب ادير بالك يعني بكون عارف عن مين بنحكي واي 1 وعن مين بنحكي واي 2 يعني هاي السؤال ايش رمزها؟ هاي واي 2 يعني انا لما حطيت اتش 1 هذا يعني مش صح غلط مش مشكله يعني يعني قصدي يو نيد تو بي كيرفول هو مش راح تفرق هون بس وين راح تفرق لما نيجي نفسر لانه هاي واي 1 انت رحت هيك ونزلت ورجعت يعني لو كان معطيك السوبر كريتيكال ديبت بدك تروح هيك وهيك وهيك بالنهايه it will not make much difference but at least for you to realize what is really going on بالنهايه هلا اذا هو اول شق بالنسبه للهايدروك جامبس just to summarize انه to be able to find y1 from y2 or y2 from y1 اثنين to be able to calculate Freud number اللي هو عباره عن velocity على gy تحت الجذر او gd اذا بشكل عام يعني وبيعتمد على الفيلوسيتي الفيلوسيتي بتعتمد بالنهايه على y just keep that in mind الشغله الثالثه once you find y1 y2 بتقدر توجد الهيد لوس اذا وجدت الهيد لوس بتقدر توجد الباور dissipated. هذا أول جزء من الإشي هذا في كمان شق تاني ممكن نبدأ فيه أو نحاول ننهي مع يوم الخميس إن شاء الله يعني هلا هذا الجزء راح نزله اليوم ضروري تدرسوه عشان تقدروا تتابعوا مع يوم الخميس يعني يعطيكم العافية